معنا اتصال فيحان من الدوادمي، تفضل. فيحان. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير يا شيخ. مساك الله بالخير. يا شيخ عن حكم اللي يدينون السيارات يشترونها لي 80 وسددهم 100، هل هذه تدخل في الربا يا شيخ؟ إذا ملكوا السيارات ملكا تاما وباعوها عليك بثمن مؤجل أكثر من الحال فلا بأس بذلك، يجوز البيع، أحل الله البيع، وهذا يشمل البيع الحال والبيع المؤجل، والناس ما يؤجلون إلا بزيادة، هذا شيء معروف. نعم.